ولكن الاهلي والزمالك هيتاجلوا مباراتهم آه تاجيل مباراه الاهلي آه مش الزمالك الاهلي بس هيبقى هيتاجل يوم الاثنين هيلعبوا مع بعض في يوم واحد هيبقى يوم الاثنين الجاي ان شاء الله نظرا للاعياد طبعا اخواتنا المسيحيين هتبقى يوم آه 25 بدل يوم 24 تاجل الماتش مع السموحه ليوم الاثنين القادم